كانت مترددة بطريقة قد فاجأت كثر من الناس بدءا من الروس أنفسهم. ودائما أساسية للاتحاد الأوروبي في تصديه للأزمات أو أثناء الأزمات أو فيما بعد، ولعلنا قد نكون في هذا المقام عندما تسمح لنا أزمة ما أن نتقدم، فهذا ما نتلمسه بشأن مسألة عدم قدرة استخدام دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام مواردها إذا ما تعرضت دولة أخرى لمثل هذا الصراع. نعم، هناك سابقات، لأن الحرب على حدودنا وهي لحظة فارقة في التاريخ الأوروبي، فقد طويت صفحة من التاريخ وكنا نعمل على مدار الساعة خلال تلك الأيام. وأنا فخور أن الاتحاد الأوروبي كان قد أظهر قدرته في تقديم الدعم لدول الجوار في حالة الطوارئ تلك، وهذا أمر جيد لتقديم تلك المساعدات الطارئة عندما يكون أحد شركائنا أو دول الجوار يتعرض لغزو. كنا نعمل بصورة كثيفة مكثفة دون كلل أو ملل، وكان لابد لنا أن نتخذ قرارات ونعمل على تنفيذها قبل يوم الغد عندما تقوم المصارف المركزية ببدء ساعات العمل. تعلمون أن الاجتماعات غير الرسمية قد لا تتخذ قرارات أساسية تتعلق باتفاقيات رسمية سياسية سوف تتحول إلى أدوات قانونية وقرارات أساسية وفقا للإجراءات في الساعات اللاحقة لها، لكن المجلس كان قد أعطى تقديمه ودعمه وموافقته السياسية ووضع حزمة من الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية. وبالنسبة للعقوبات الجديدة، فإن الانخراط الدبلوماسي ومن أجل عزل روسيا، فالتدابير الرامية لمساعدة أوكرانيا والمنطقة وتدابير للتصدي لحملة المعلومات المضللة، طالما أنها حرب شاملة تندلع في أوكرانيا فلابد من دعم هذه الأخيرة. وقد قررنا أن نستخدم قدراتنا في تقديم السلاح الفتاك والمساعدة الفتاكة للجيش الأوكراني، وتصل قيمتها ب 450 مليون من حيث الدعم و 350 مليون من حيث المعدات الوقائية الأخرى. كل هذه سوف تغطى من قبل التسهيلات الأوروبية المشتركة وصندوق التمويل المشترك، وهذه المرة الأولى في التاريخ التي سوف نقوم بهذا الأمر. والجميع كان قد تفاجأ بهذا القرار، وأود أن أشكر الدول التي ساهمت على تحويل هذه المواد إلى أوكرانيا. والآن قد اعتمدنا التمويل، ويوم الغد وزراء المالية سوف ينسقون كيفية تحويل تلك الأموال إلى مواد وكيفية نقل هذه المواد إلى الخطوط الأمامية إلى الجيش الأوكراني الذي يحارب الغزو الروسي، وبفضل بولندا التي تعمل بصفة مركز لهذا الغرض. سوف نعمل أيضا على تعزيز قدرات أوكرانيا في التصدي للعمليات السبرانية. كذلك قررنا أن نقوم باتخاذ إجراءات، وسوف يصدر التقرير يوم الغد. هذا يشمل مجموعات الأوليغارك من الحكومة الروسية وبعض الشخصيات السياسية الذين لديهم أدوارا مهمة في نظام بوتين.